بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول الواحد قرش اللي هو الاهرام وخطأ التاريخ الهجري اللي انتوا يعني بتتكلموا فيه كتير، اللي هو 1984 وكان قبله المفروض يبقى 1404 وكده. ده مكان ده يعني هنعرف نبيع فين والاماكن والبيع ومزادات نخشها واسواق نروحها وشركات شحن وكل شيء في الفيديو ده. تابع معايا، ارجو الاشتراك في قناه وتفعيل زر الجرس، ركز معايا في كل كلمه عشان تعرف تبيع ازاي وكل عملاتك، مش كل عملات بس كل شيء تقدر تبيعه. تمام. قرش الاهرام ده طبعا اللي هو خطا التاريخ الهجري طبعا اللي هو 1984 يمين القيمه، طبعا التاريخ الهجري اللي هو 1404 يسار القيمه. تمام. التركيب بتاعها من الالومنيوم والبرونز، الوزن بتاعها 2 غرام، القطر بتاعها 18، السمك بتاعها 1 مللي. طبعا العمله ديت مش هنقول فيها كتير لان سعرها مش هتروح اكتر من 30 40 جنيه، ممكن ده كان الاول بيعمل 5 جنيه لانه متداول كتير اصلا مع الناس لان معاها كتير جدا العمله دي. انما الخطا ما هوش خطا، هنعرف دلوقتي ليه ان هو مش خطا. تمام. انما العمله ديت زي ما انت عارف اللي هو القرش الاهرام خطا التاريخ الهجري والميلادي، ده طبعا خطا نظرا لاننا دوله اسلاميه طبعا عدلوا التاريخ ليكون الهجري على اليمين والتاني على اليسار، وموجود منه كميات كتير جدا طبعا، والسعر يعني هقول لك من 20 ل 40 جنيه، ممكن زي ما انا قلت ممكن يوصل ل 50 جنيه و60 جنيه لو مش متواجد حسب العمله وحسب ندرتها. كل عملاتنا نعرضها ونبيعها على السوق المفتوح كلنا عارفينه، كام بكام، اسواق اوليكس، امازون، طبعا علي بابا، ممكن تنزل القاهره سوق ديانه بجوار سينما ديانه دي كل يوم سبت، في الاسكندريه كافيه صيام محطه مصر كل يوم اربع، في بستان الدكه، في وسط البلد، في مصر الجديده، في طلخه، في المنصوره، في طنطا، في الشيخ حسنين في المنصوره. لو انت مش بالاماكن دي ومش عارف تبيع عملاتك، اكتب في جوجل اسم شركه فصل الشحن واجه بحري، ولو واجه قبل اكتب شركه ربيض ولي الشحن، بتشحن لك العملات عادي وبتجيب لك الفلوس، ما فيش فيها اي شيء خالص زي ما بتشحن اي شيء خالص. وفي لينك جروب فيكتوريا جميل جدا، بيشتروا فضه وبيشتروا عملات تذكاريه وطوابع وكل شيء، وبيقوم فيه مزادات بالجيميل بتاعك، وفي مواقع تانية بتقيم فيها وبتبيع بيع مباشر وبيقوم فيها مزادات بالجيميل بتاعك ايضا، وموقع بيشتروا كل شيء، وفي كل شيء موجود عندك اهو، هسيب لك كل شيء في وصف الفيديو اللي انت عايز تعرض عليه تروح